قسما برب البيت ما نغر النغى والمنحنى إلا وكنت متيما يا ليلة بات الحبيب يدير من كأس الوصال ندامة ما أنعم شوقي إلى دار الحبيب. هنا في هذه اللحظات وفي هذه الذكرى الرابعة عشرة من افتتاح هذه الدار المباركة وعلى نغم وإذاعات هذا الترحيب أرحب كذلك معي بهؤلاء الذين بدوا يزفون التهاني وهم كلهم أنسا وارتهاكا ضمن فعاليات دار المصطفى بذكرى افتتاح هذه الدار ترحب بحارة الروضة المشاركين بكافة شبابها وعلى مقدمتهم أو في مقدمتهم فرقة السربادي التي تجدد هذا التلاقي وهذا التراث الحضاري القديم في هذه البلدة المباركة. كذلك ترحبون أيضا يتواصل بفرقة الإنشاء بالحارة وهي أيضا تسمى بفرقة الجل الإنشائية. وكذلك مسجد الرحمن ومدرسة دلائل الخيرات هنا وعلى نغم هذه الإيماعات الترابية أرحب أيضا بقسم آخر من أقسام هذه الحارة وهي طلاب مدرسة دار المصطفى الأهلية Thank you.
تسحر به غنانا كريم في تراث عميق ومتأصل في دورها. وهكذا الحال عندما يندمج ونبتهج كلنا جميعا فرحة وأنسا بتكرار هذه الذكرى واستقبال عام الهجري الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحله علينا وعلى أمة الإسلام بالأمن والسلام. شيخ يعمر وحبيبنا نعمل وجيه. أبدين والدعوة لقيه.
والآن من صبره نرى هذه الثمار يا ربنا اغفر له وبارك في ابنه. والآن من صبره نرى هذه الثمار يا ربنا اغفر له وبارك في ابنه. والحفل يا حاضره يعطيك اعتبار من كان قلبه مات يا ذكر أخيه. يا وقت كل ثابت على هذا المسار اللي انحرف مسكين خايف أن يطير. يا وقت كل ثابت على هذا المسار واللي انحرف مسكين خايف أن يطير. الناس في ذا الوقت أغلبها تحارب طاطي يا سامع وكل عاقل نبيه. كل العلامة والي في قارك بطار هذا القدر وأحكام ربي تقتضيه. الليل ما بيطول عاشقيه حبه وصد قلبي بنيته من حجار وعساه يقع لي صدق ماني مدعي.
جزا الله فرقة المراويس وهم طلاب دار المصطفى من أندونيسيا. ولا شك أن تريم الغناء تحتوي هذه اليوم وتشهد نماذجا تراثية إقليمية في هذه الليلة ذكرى هذه الدار وتأسيسها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل الغائبين عليها ويحفظ طلاب العلم وينورهم بنور العلم والفهم، اللهم آمين. بعد ذلك ننتقل الآن وإياكم إلى قصيدة شعرية أخرى في هذه الليلة مع شاعر كبير، الشاعر أمجد عمر العامري، يتفضل في كلمات من كلماته مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أتقدم بشكري وتقديري لوالدنا العزيز الغالي على قلوبنا الحبيب العلامة الدكتور عمر محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله. ويسعدني أن شارك معكم بهذه القصيدة الذي عديتها بمناسبة افتتاح أو بمناسبة الحولية لدار المصطفى للعلوم الإسلامية. وسمحوا لي أن لقب هذا الدار بأنها الكوكب المضيء في الأرض. وبمناسبة حولية الشهيد العلامة الحبيب الوالد العزيز محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته وفي العلا إن شاء الله مع الشهداء والأنبياء والصالحين، آمين. واسمعكم هذه القصيدة الذي اليوم الساعة واحدة كتبتها طوالي وهديتها للحبيب عمر حفظه الله، فشجعني وقال لي طبعها، افتخرت ورحت وطبعتها فخر وعزة بهذا الشيخ المتواضع، وحبيت سمعكم وإياها إن شاء الله في هذا الملتقى. أبديت بسم الله وبتوكل عليه القدار، ببلغ سلامي لشيخنا بن حفيظ عميد الدار. ببلغ سلامي لشيخنا بن حفيظ عميد الدار، العامري يقول طاف في العالم وكم سار. هذا الدار كوكب المضي لبلادنا وكل الأقطار. هذا الدار كوكب مضي لبلادنا وكل الأقطار. عن جد بقولها، عن جد بقولها، ويشهد الله على ما صار. تريم العلم والتاريخ، تريم العلم والتاريخ، تريم العلم، تريم العلم والتاريخ، وبعتزي بمنارة المحضار. اليوم بدار المصطفى افتخر به، اليوم بدار المصطفى افتخر به، ومن حق الافتخار، ومن حق الافتخار، ومن حق الافتخار. صرح في العلم كله، صرح في العلم كله، صرح في العلم كله، وتجد له بصمة بكل الأنصار. والختم صلوا على شفيعنا الهاشمي المختار، اللهم صل وسلم عليه. والسموحة يا أخوان، شكرا جزيلا حقيقة، الكلمات تعجز عن شكرك أخينا الشاعر الكبير أمجد العامري وهو من تاربة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، وصدق من قال إن من الشعر لحكمة. الآن عودة وإياكم مع فرقة المسرة الإنشادية في قصيدتين. القصيدة الأولى يقولون في مطلعها: في ذي السنة قد بلغنا السول، المنشد علي سلمان باحرمي، طبعا هي من كلمات الإمام علي بن محمد الحبشي. كذلك أيضا قصيدة ثانية تحت عنوان عوائد الله جميلة، المنشد عمر بن شهاب، يتفضل وفرقة المسرة مشكورين مأجورين. في ذي السنة قد بلغنا السول، قد تمم الله لنا المأمول. في ذي السنة قد بلغنا السول،
قلت ماما الله لنا المامول والخير قد فدك تشعب مجاب الله الله حي مجاب الله في ذي السنة قد بلغنا السور قلت ماما الله لنا المامول في ذي السنة قد بلغنا السور قلت ماما الله لنا المامول والخير قد فدك تشعب
هم علموني الهوى حتى علقت به هم علموني الهوى حتى علقت به فعندما Oh!
جزا الله في الغاية المسرة على هذه الأناشيد التي قدموها في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، مناسبة ذكرى دار المصطفى للدراسات الإسلامية، مناسبة توديع هذا العام المبارك، مناسبة استقبال عام هجري جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا وعلى أمة الإسلام كافة بالأمن والأمان واليمن والسلام. طبعا القصيدة الماضية التي استمعنا إلى كلماتها من المنشد عمر بن عيدروس بن شهاب هي من كلمات السيد حسين العيدروس جدة. الآن أيضا لا زالت لدينا مشاركة قبل أن نشاهد أحداث مسرحيتنا لهذه الليلة. قبل أن نتعرف على عنوانها أبقى مع مشاركة إنشادية ختامية من طلاب دار المصطفى من أفريقيا يتفضلوا مشكورين مأجورين. منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. كأنك قد خلقت كما تشاء، قرأنا في البحا ولسوف يعطي، فسر قلوبنا ذاك العطاء. مدح يا رسول الله فاطرا وتشريفا، ولم أكن البديعا
رسول الله فخرا وتشريفا ولم أكن البديع وصلى ذو الجلال على النبي وصلى ذو الجلال على النبي هدى والأخصت في جميع هدى والآل وصحب جميع مدحتك يا تشريفا ولم أكن بديعا وصلى ذو الجلال على النبي وصلى ذو الجلال على النبي هدى والآل والصحب جميعا أكلفت بكم ففرد من دموعا وبت سميرا من هاجر الوجوع أكلفت بكم ففرد من دموعا وبت سميرا من هاجر يوما ذات البين عني رحلت يوما ذات البين عني رحلت يوما ذات البين عني فما أنا بعدكم أبكي ربوعا رحلت يوما ذات البين عني رحلت يوما ذات البين عني فما أنا بعدكم أبكي ربوعا وما
الأحسان له مجيا مدحتك يا رسول الله فخرا وتشريفا ولم أكن بديعا مدحتك يا رسول الله فخرا وتشريفا ولم أكن بديعا وصلى ذو الجلال على النبي وصلى ذو الجلال على النبي هدى ولآل وصحب ما الدر ما الياقوت ما اللول في مدح من جاءه بالوحي جبريل قل ما تشاء وعبر عن شمائله فإن ذلك عند الله مقبول محمد سيد السادات من كملت به المحاسن وانزاحت أباطيل ضاءت به الأرض نورا يوم مولده كأنما أشعلت فيها الغناديل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جزيل الشكر للأخوة الذين شاركونا في هذه الفقرة الماضية من طلاب دار المصطفى من أفريقيا جزاهم الله عنا كل خير الآن نأتي وإياكم مع مسرحية من الواقع لفرقة المسرة للتمثيل بعنوان السلوك القويم طريق الصراط المستقيم إذن عنوان المسرحية ثانية يقول السلوك القويم طريق الصراط المستقيم ففرقة المسرة للتمثيل يتفضل في هذه المشاهدة الهادفة والمفيدة يا أخوي الأحبابات ما حب يقبلها كابتن الأول يضيعك والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر كلهم ريعاك لا تقصد من الخلق يعني ما هم صحيحين يعني النعم ولا لازم تخبرون عليك سيرتك أخوي الله يحفظك ما هي طيبة بس أنت ما هي سيرتك شوف يقول لك الناس الأخيار يسحبونك من النار والناس الأشرار يدفرونك وسط النار أنت تطرحها في مخك شعر وده لا بده شعر وبده لا كمان شعر يا اخي اسمع انا حياتي راح معي فوق دخلت يا اخوي الله يحفظك هذه المخدرات بدها ابشع سيئات انت انا مستغرب ان ابوي كل من يحب كل امه لا 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 يعني مخدر كلام على كذا ابوي يقين ان انا شو انه ما هذا الشيء ابوك انا بقول لهم اسمع منك كل شيء لابوي بين السنين كل شيء لابوي عشان يعرف يعني ليه الناس ما دخل انا بقول لهم كله انا تسمع ما تبطل ما يدخل الكلام ده تسمع ولا لا شو تسمع بالضحكة تسمع ايه بالضحك شو مالك اوي انا جيبي منك انت انا هابي ومن روح انا عند البيت اللي قلت له ان الناس طيبين ايش من بيت ناس محترمين صاحبي ده صعبته ايش من صاحبك احسن يا امه ما ايش اللي احسن اول دقيقة البيت تمام له شو بدي الاحترام بذوق حقه هذا الشخص وعد ابوه هاي بلوك مرحبا اتمنى ان تصدق مش حلو شرف لي خلفي ما لا غلط اقول لك يعني سابع لين مقعوم فلون انا معنا موضوع خاص بتكلم لو تكلم انا برا الدار اجيب شيء يفتح لي الدار المفروض تقول انا مخطوب حضر موضوع خاص مش حلو تفضل طيب قلنا له معنا موضوع الدار طيب انزل نزل دخلنا في غرفه صغيره جنب الباب غرفة كلها يمكن 4 ذرع في 5 ذرع غرفة صغيرة المهم نحن في الغرفة جالسين يقول لها جلسة 5 دقائق أيوة ونحن جالسين بس سيجارة تباك 5 حبات الغرفة كلها دخان احنا قلنا خلاص ايش حصل ابوي ايش حصل بينهم ولا شيء قلنا لك يمز يمز كل حبة اللي بعدها اللي بعدها لو ما ادري السيجارة ولا يمز انت ببصار قلنا اسمع قلنا لك موضوع خير لا تفضل قلنا له معنا لك ولد يناول معك بنت زواج ما شاء الله قال نعم
قلنا له حد خطبها؟ قال لا. قلنا له معنا ولد ما شاء الله عليه عمل ولد يضرب المثل. نعم. الناس تحبه. وايش رايك بنزوجه عندك؟ قال يا ابن العيال منهم اثنين. واحد مصطح وواحد سمين. قلت له لا ما شاء الله عليه طب يا رجل كنت مطحن. قال لي العرسنا لها من زمان. يا حي 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 يا
ما شاء الله. أنا الزعل كمان في غير ما شاء الله. أنا الزعل كمان.
ليه؟ سبحان الله يقولوا مع بعض يا ابوي شوف. ايش؟ يعني انا كنت باجي لك ما نبيت كانك سبقتنا انت. يعني لك الاكبر يعني. ايه حصل بس. المسألة ما فيها وللليو. عرس؟ اه بس بس امك اتصلت عليهم سبقت لك. شو بس مكتوب الله يحفظك حق البنت. انت موافق؟ كلهم موافقين. امها الام امها الام امها لا يبو
لكن لو كان يعني قال بغيتها لك انت الله يهديك ويبارك لك فيها. وعلمنا كيف نثبت حتى لما خرج ما خرج متستر، خرج كيف علمنا الثبات، علمنا قوة الإيمان والاعتماد على الله. نعم، إذا قلنا بأعمال لابد أن نعمل بالأسباب. سواء كلام كلمة غالية جدا، لابد علينا الأيام هذه نحن ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في بيوتنا. لو الناس المسلمين اليوم قرأوا سيرة النبي وتمعنوها لابتعدت عنه الهموم والغموم، أشياء كثيرة دخلت الآن إلى بيوت المسلمين وتركوا سيرة أفضل الناس صلى الله عليه وسلم في أخير كبير. هذه الهمة هي العظيمة. أنا شفنا دائما نستفيد من كلامه. هذا ما وجدناه اليوم، ولله الحمد حضرنا بمناسبة افتتاح دار المصطفى، تكلموا العلماء والمشايخ في هذا الأمر وحثوا الناس على اغتنام الأوقات. أوقات غالية، كم ضاعت علينا الأنفاس، ساعات وأيام والسنة مرت، وكل يوم مر علينا يوم يأخذ من أعمارنا وما ندري متى سنلقى الله عز وجل. لكن إن شاء الله تكون هذه السنة المقبلة علينا مقبلة بكل خير إن شاء الله، مفتوح للأمة الإسلامية إن شاء الله يا رب. ندعي إن شاء الله للمسلمين إن شاء الله. جزاك الله خير. أنت أنا فرحان منك الآن ما شاء الله قايم بيهد علم في النسيين ما شاء الله. هكذا أنا فرحان منك حتى أنا نستفيد منك ما شاء الله. دائما تذكرنا بالمناسبات هذه ما شاء الله. جزاك الله خير. خليك عزوه كيف حالك؟ يا عيد برزاله
العوقة بنستعد ما نقدم لكم شيء ولا، لكن تعرف الوقت متأخر يعني. يا حيالكم مبروك الله نهنا اللي يزوركم. أنا جمال كما عرفتك من؟ ما شاء الله أنت أخو عم خوي، أخو عم خوي لك العمال فكرة. شوف يا طيب أنت زي سويت اليوم أنت؟ أقعد ممكن طافت الله. أيوة فأنت سمع الحديث عن نبي أنه يحرم الخطبة في خطبة أخيه؟ بس لي عليك أبيدي عليك دان البنت هذه مخطوبة قاعدة لا ترضى من أمها؟ أول مرة للأسد تمام؟ لهذا ذا ولا ذا؟ لذا تفهم الحين؟ وأنا أخوه الكبير أسد زين وأخبارك معك شوفوا الخطبة هذه حكم لا غير. نحن خطبنا عند ريال أبو فوزي خطبنا عنده. أيوة. الله يحفظك. أيوة. وقال يا مرحبا ويا سهلا ووافق وأعطانا نحن الكلمة الأكيد. هو الآن قال نحن ذهبوا إلى عنده وأخبروه بما فعل. ما تصدق ضرب تليفونك ودق تصلبه وشوف ايش يقول لك. اذا انت ما تصدق اسمع احنا ما بنطوش احنا نمشي بالوقت والوقت ده من احنا لك يا انت تقول انت ما تلبى تراش شفه بهواك شوف هذا اخوك يوم العرس بتحصل هذه بلا راس هذه بلا راس تهديد تهديد والا روح شوف عاد ملون بنت في البلاد واخطبها تفهم ولا ما تفهم قبل ما نخطب بنت خوك عارفين انها ملايين البنات في البلاد. أيوة. قبل أيوة. ونحن عارفين وليش جينا عند اخوي مجنش؟ نحن جينا لان بنت اخوك متعلمه واخوي ما شاء الله مدرس. ايوه نحن حبينا نختار بنت ابو فوزي لاخوي هذا السبب نحن اخترنا. طيب والبنت المدرسه ما بغيت الولد اللي بيتدرب بيتعلم حتى اللي بيدرس بيتدرس بيدرس بيتعلم التدريس يتعلم؟ اي يتعلم لا اسمع شفنا نحن اللي في دورانا خبرك معك شفنا قومتها ما المصدق تصلبه بتعاند بتشوف يوم العرس بتشوف عادني موجود الرأس أنا حدو في الحراشة وا مع أبو بس الكلام يا أبو بيدا كله كده في كلمة شوف يا العمي بالقوة يا العمي قال بالقوة يا لك خيارين يا مقاطع ونص دار مقسومه يا عمي مسكين ما هو موافق على اخوي ابنك. انتوا بتعرفون ولا بتعرفون؟ من بيوافق على اخوك الله يحفظك، من بيوافق على اخوك؟ حتى انت داري منك. اخوك اصلا سمعته بطاله. ابوي كلمه كلهم يقولوا قص انت حددت بقلبك، مين ما يكلمهم يا اخي مشكله كم ابوي. شفت ابوك انا لما عاندته؟ ايوه. ما هي المشكله؟ مش البنات في البلاد كثير، ولكن المشكله ان اخوك. أخوك سمعته بطالة. هو الحين أنا قلت العمي ما شاء الله روح برا لا بينتقل رأس يوم ولا أخوي ذا كل بالكلام. نحن مش خايفين منه الله يحفظه. والله قلنا العمي الطبيب قلت العمي هنا روح برا عرس وتعلم عرسي وخلاص. تعب يقدر على حاله. أهم شيء عمك. بنتي. تخطب وخطب دقيق. أنا قلت لك هو ذا آخر اللي في الخطر
قلت لامك هدي فلوس لها. فلوس بتعطيهم بعد. لكن انا بشيلها. ما هو ابوك ارسلها من السعوديه ولا منين؟ على راسي اشيلها، على انا مساهم. يا ماشي معك حبوب؟ حبوب عشرة لك. حبوب يا اخي. ارد حاجة عن المرد. ايوه. الله يا شو معاك هنا معي اخر شبط هذا شوف لحظه انت وين صرت له يا اخي شوف هذا حبتين لك وحبتين له لا مو انا عندكم هنا اليوم لكن وين صاحبنا هذا ما حد تزوج له كل الناس تزوجت صح كلامك راح فين تزوج يا شوف يا شوف تعال يا ولد وعليكم السلام لا سلام ولا كلام بعد اليوم ابو فتحي ابقى ابو فتحي بقى معادها مفتوحه عنده مقفله يا اخي انت ابوك هذا في الزواي قال كم من هنا صح كم بين الناس ايوه سلمت انا بدك كم له يا اخي انت فوتي سكرانت ها انت صاحي يا اخي انت كله سكرانت 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 ايوه انا صاحي صاحي اصلا بعدين تحرينا دويه تحرينا دويه عشان حوالي اصلا جلد عن قصة اليوم اللي حصلت انت درته بالنكت اليوم اللي حصلت اليوم السيارة ما اشتغلت سيارة ايوه دقها سلف ما قامت ما اشتغلت قلنا لهم نزلوا دفرون دفرون قدام ما اشتغلت يدفرون ريوس ما اشتغلت قلنا يسمعوا اثنين يدفرون قدام واثنين يدفرون ريوس قامت سلف قامت سلف تو على طول السيارة كويس كانت ها؟ حكاك السعر هو سكرامي صدق صدق عروبة عروبة يدو شيء أيوة. ها؟ حط ماء؟ ماء ودى اثنين دور أيوه ذا نص من ذا ونص من ذا بعدين انت كيف انت اللي بتبتي؟ على ابو علي الحصار مش علي الحصار الساعة سعبه في الدخل عنده ما كنت أقول من الحمدى الساعة سعبه في الدخل ما لك دخل يا أبوك ذا خلوا علي أنا أبوك ذا أيوه أنا دخل قول لك خلوا علي ايه اسمع خل ابوك هنا هات فلوس عشان ما تجيب ايوه كلكم هات فلوس كلكم هو اللي سوي فلوس ايوه صح هات فلوس هات عيدين خذوا فلوس ايش على قدام ايش كل فلوس كل طيب شوفوا تحكموا بغلطك مو في المكان ده لا لا بس كل فلوس خالي ايوه صار فيها شد علي كل 2000 ريال ما يهمك انت والحرمه كلها صبري وابو كله مالك تحت هات هات ايوه واحد ما يهمك اثنين محسوبة اثنين محسوبة ايش جاوب انت؟ ايش بغيت؟ ايش جاوب؟ خلوا ضيوف يا اخي يا اخي فات احنا ضيف خلوا ايش جاوب انت؟ ابوي يقول لك الساعة 9 اللي في الدار ولا لا؟ مش الساعة 9 لا خالد من قبل ماشي 9 9 ونص ودقيقتين شوف خلوا يا اخي تعال انت الضيف حي وسهل تفضل هات فلوس وخذ لك حبوب يا اخي تحبك عشان تكون محبوب العكس هي الحبوب خل كل ما خالد كرهوكم بهاي حتى البهيمة تكرهكم سبحان الله ما شفت الغنم حتى يراها يشردوا منه يا ماما صاحي سبحان عقول يعني كباش بربرة يعني من كباش ربي يقول لكم سمع وبصر يعني كاكين حتى لما سبحان الله سبحان الله بعدين تكبر كاب ما يفيق الشيخ ده ندال قد نديل شوف بقى عبوك حفرة حفرة بيت حنك ايوه مش عن البرد الحفرة اللي قد تنه مع من البرد بيقردون عليه بقى عبوك شوف منكر وانا كيلو حسابه وذا بعدين مشويه مقلي ايوه تقلق من البرد كله مشوي مقلي هاتو ما بيقلونه بقى عبوك نار نار بيشمونك بها فيه ها فيه بقى عبوك حساب سماش عندي انا لك يا اخي ماشي عندي لا صح وانت ايه وانت مدينة يعني مدينة في سبحان الله مدينة في عمرك مدينة يعني في سنة متسيرونهم سكنوا سكنوا يا اخي تعلموهم سوا هو مسافر مسكين ضحكون على مسكين حرف عليك يعني ريد شوف ما ريد منك يعني يكفيكم انت قلت لكم يعني يا اخي اسمع قلت اسمع عيب يعني قلت يا اهلك انت ابوك مستعمل عندك انا مسكين يروح يعني مشدد بنفسه من شانك وانت تقوم تلعب تتبعهم لي حتى تتبعهم خير كان خلي عبر عن شعوره عبر عن شعوره شفت الان دوكم بفك مشاريع في قوفك
مفهوم؟ قال له على كلمة خلوا لحظة أيوة دخلوا معايا كيف هنا؟ أيوة أنا كيف؟ يضحك على من؟ يا أخي مسك من عندك يا أخي مالك أنت؟ لا تفزح منه فك أنت أنا مسك يا خرابة باكم واحد بيجوز يحبوه كلهم واحد يعني البارح يعني تقريبا الساعة 1:30 انت قبل روحك
قلنا الخوف ده ابزع جاي نتكلم جاء الخوف ولا ما جاء يا سعد انت سنتين ده جاي من واحد ونص من هذا لكن انا بعد الهدره دي بنسوي يا سعد انت وبعدين يا مين جاء فتح الباب ام باب حق الباب على المدخل الرسمي افتح الباب بعدين انزل الباب بعدين هي مفتوحه بعدين انت بعده دخل فتح الباب ما يكون منهم حتى انا قاعد اقول يعني تقول لي بقول لا بقول انا بقول لما يقول لك لا تكلم افتح الباب حق موسى حق سمعت انا الغرفه حقه فتح الباب الساعه 2 طيب انقلب انقلب هات لي بعده سمعت ضرب ابوي بس بكاء داخل ضرب في التلفزيون ولا حي لا لا يسمع بكاء حق مصدق حق مصدق محلي محلي في الدار الغرفه حقه الساعه 2 اخر الليل اخر الليل طيب بعدين فتح الباب لأنه مرح الميزة يا باب حين رقم هنا بواقف حالي ولا تتبشنا حق الميزة حق الميزة انفتح الباب بعدين حملت حق السرير أنا وطرحت عند الباب عشان عادي وطلع عندي أنا انفتح الباب حق المخلق حق الدار الغالب أيوة بعدين انقلت الباب حق الخلق معناتها يا ساعة انتين ضرب حق موته وخرج هل موجود ولا ما موجود ضرب انتبت معناتها جاء سكران وضرب حرمته واللي خريت حرمته الساعة تنزين آخر الليل يعني مع حد يحرمته بتنوه بيته بتغرموه بيته كلام نجد كلام نجد أبو يعني وهم مكتوب كلام لأن ما حد مرض خوك عرفت أنا معناتها الكلام ذا معناتها مرض خوك لو إنه وصلت عند عمك بيتصل بالتليفون بينزلنا حما فوق لتحت ما تصل عمك معناتها البنت خطفوها ناس كما أخوك حرمية أقول لكم من النوم قل لي يقول لك أبويا يا قليل أدب يا سافر قم من النوم أقول له قم من النوم أقول له قم فطور والعادة تنام قبل يومين كان قل له قم بسرعة كده أقول له فطور شنو أقول له نوم قل له قم جديد أدب قليل أدب هذا بلد حرفة فعلا ما تستهل بقليل تنيي حافظ قرآن عاد هل ثاني يوم قلتها ما شاء الله قبل الفير قلتها هل تقرأ قرآن خلت الدار قلب نوع ثاني أهل من في الدار سنفوع بس لا فعلا من أبو الدار هو أبو الدار ياسر أبو الدار ما هنا أبو الدار جاء السلام عليكم كيف بك عريس أوي بقى الحمد لله يا الله خلاص بعد الله بغير مبسور أخبارك صوت ما شاء الله النور شارك فيها في ما شاء الله أخبارك أنت؟ وعزيزي حرموتك هيا لكنا في البيت موتي حرموتك أنا ما قلت لك حديك لا حرموتك تقول لا تقول لا حرموتك حديك البيت ولا ما حدي؟ المطبخ كده ما اللي راح في المطبخ أنت اللي قاعد تديني هذا ذاني حرموتك حرموتك دي سؤال واضح حرموتك ما حدي عند أمك كل يوم تساعد أمك في الصباح ما شاء الله بالأدب والإحترام سعد اليوم ما حتجي امك جالسه واحده بالمطبخ وكل يوم نشوفها بعد الفجر تقعد تقرا قران وهي امك اليوم ما حتجي احنا كلمك انا ولا ما كلمك انا كلمك على ما كلمك كلم غير حرمتك جيت الساعه كم امبارح؟ يمكن الساعه كم قول لي ساعه اثنتين انا مراقبك ساعه اثنتين صح؟ جيت سكران صح؟ قليل كمل كمل قليل من بداية كلام ده نقول تكلمة وأنا أبوك على نيات مسكين كل مرة عند واحد والناس وتلا سطح من إيش من ورايا تقدر بالدار ما حد ماك ولا روحت برا ما حد ماك كان اسمع حرمتك ضايعة عرفت ما أنت ضايعة حرمتك الناس اختطفوها بالشارع عرفت السيرة في الليل يا مفتري واحد يا سافر حد يجيك ماك حرمة معك ما تسيب ما شاء الله حافظ قرآن ما شاء الله وهي تقول وهي ما شاء الله عبادة عنها عند باها أباها لو جاءت عنده بيتصل على طوفة بس أنا أعرف أخوي وعرف كم يوم خلنا نحق البنت أو بروح عند عمه جو وخلنا نعطي كل شيء هذا وبعدين أنا كلام ويزاك ما هو الآن هو عادك بأخذ لي جاهز شهرين من عمل بتبعك لنا وراك وبشوف من منين يا دخل منك ولا من أصحابك ولا شو دب 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 بعدين عجل لا بس من مرة أنا كلمتين بس ما عندي. عادي يا أخوي يا رزق ما نرجع الفن.
هذا جاء يا اخويا الله يحفظك. محمد مهدى الجيش شكل البنيه مخطوفه. اي اخبار البنيه؟ واه ما شاء الله. نعم باختصار. جلس جلس يا اخويا. جلس جلس يا اخويا. مع الوقت جلس. اسمعني اسمعني. باختصار انا اخويا انت اخويا وانا اخوك. ما حد خلنا احنا ندخل كل شبابيه. الوقت ما بيزعل المقعد. سؤال واحد ورد عليه. وبعدين كل باب يفتح. بنتك يا عروس موجودة في البيت ولا ما هي موجودة؟ بس تقول نعم ولا لا؟ إن قلت لا نزلنا دونا، قلت نعم قعدنا ولا قلت وين؟ أنت السكين وحلح. يا أخوي أي كلام لا؟ يا أخوي العتب مش الكلام. كلام العتب مش؟ البنية باختصار سرت آخر الليل من البيت، قول هذا الله يهديك عشان أقول ليش اللي أقول؟ يا سكران باختصار. الولد ما هو صحيح. البنت عندكم ولا لا؟ البنت قلنا لها سرتها فين؟ سرت فين؟ ما أنا داري أبو واحد. كيف أنا داري؟ طب انا هدي يا اخوي اتفضل قاعد تسال فرش عشان نجيب مين بنتي هذا يلا فين بنتي اذا ما حد فيكم خلينا نقول بدول مين فين بدول بنبلغ شرطه بناء على اي طريقه وايلي سراها من عندكم المهم يا ستران وضربها باختصار هبش حتخد تضيع وقتها ضربها ضربها اول مره يضربها ولا ثاني مره ولا يقولها رابع مره يضربها دخل بعد الدخول توزع حبابة البنات بدي نبي اثنين بس وضعتنا بأمور أنا جاي أبدأ وليش نبي اثنين لا ريال يسرها أول وصلت لا ريال يسرها لا يسرها بيقتلها حجبنا أخوي ما عادش يا أخوي إحنا دار أنا جاي ولا يا أخوي أنت مني ولا حي من سلمنا بنا أنا عندكم بنية موجودة ولا لا أبس في موجودة ولا ما موجودة يا البيت بنا أتمنى بس من جلد الزمن موجود موجود الحمد لله يسعدك طبيعي ما هو انت نوس يا اخوي طبيعي ما بيدس طب انا ايه بدي اسوي ايش بدي اعمل في الصوره وين هنجي محقق ذيك مدريش مدريش انا غلطان صراحه ارتكبت غلط فعلا غلط غلطان انت ولاد الفرد لكن من راح ضحيه بنتي راح ضحيه راح فاض اخوي طب يا اخوي اسمع خوفي طب احنا هنا في امراض احنا انا كل مواضيع كل افتح كل باب افتح الحين اول بشوف اللي بس خمس دقائق شو بعد يا اخوي ما بترجع ما نحس ايش معنى تحس انسان عاقل انت مو بتقول يا الله تجي الامور دي اهل بيت ايش بنت فقلت اهل بيت بس ماشي شافوها انا قريب تدفع شبك بهواء انا بدالك ما يجي الامور دي ايش معنى بعوده ان شاء الله ايش معنى بعوده يا ولاد محفظه قال لك كم سنين انت وياه في الحاله دي يا ما حد ما صعبك اكيد يعني حد ما صعبك انت ما بغيت انت بغيت اللي تشفك اه وابوك نيم كل يوم وماشي بعيد ذيك اليوم كون نشوف ولادك سيرت ما طيبه يلف ويدور عليك ايش الحين يوصل لك؟ وصل لحد بالبنت حتى تضربها انت ايه لمها انا ابوي ما بسال لك قال تمشي على عمرك تروح فيه ما بسال لك طب سمع منك من ابوك الله يحفظك ايش يوصل لك؟ انت ولد اخوي ولا اخوي وخوي عمرك قبلي كان ايش نصول لك في امر واقع هيك ولا بينفع الكلام معك الحين اصلا ما يجي فايده خلاص يا اخي مني ايش الادب فيها انا اقول ما ادري ايش بتقول قاعد اشوف نفسي كيف يلعبني يلعبوا منك شنو خليت دون استئذان ولا لانه بيقتلني ولا ما بخرج من البيت قاعد تبرد بالفلفل يا اخوي لا مشكلة صراحه خلتني ايش بقول لك بس لا لا بنتي اول قبل شيء سامحني قالت يا عمي مسامح لا إذا شرنا فيها صراحة إني متألم وكل شيء معه تحتاج مشا ولكن صبرت أنت بعد يوم مش عارف ما بكون مش حاسس بعد يوم ما بكون مش يعني بطل الخبر بطل أحمد ده لو كنت بطل حتى ما كنت بطل يا ولد أنا سمعنا بتبطل أنا وداري بلا شيء من أول لكن إيش حق يوم بس أنا أنت بس أنت سيري ما بنت روحي بس أنا عرفت غلطي أنا غلطان كمان وأنت غلطان أنا الآن إن شاء الله خلاص برايح حساباتي وبتبهرس وأنت ولادي تبهرس بضربك ما شفت لو ضربك فيه بضربك ما تدري بس لكن ضربك يا ولد شوف اليوم معاكم اقعد هسه واصحابك تمشي معهم هذول لو تكون انت سبب هديتهم معي ولا ما معي؟ اذا قلنا سامحك وقلنا دفعنا اصحابك ولابد هذه الاشياء ميت وقلنا لابد تبع انا ميت ما تسكتون شباب ولا تسكتون الناس تسكتون امه يا ولد ايش معاكم؟ روح البيت انا روح ما شوف هذول فعلا من قلبك روح يا اخوي اليوم ذا الحسن وانا معتقد الغلط وكل شيء من الغلط
وان شاء الله ما حد يتكلم. وانا الولد هذا ان شاء الله بنتبه له وانتبه اللي يمشي معه. والان ميت انا مشان نريع اثنين الولد. ولا بتريع كل العلم انا البنت بس رغبان فيها لانها ما شاء الله. وانا اعطيتها مقترح قلت لها ايش رايك؟ قالت لي انا ابوي. قلت لها ايش رايك؟ ساير لها باب على سلم. مقابل غلطه لقيتها وبغيناها تسوي بالعافيه تستقبل على ياسر. ما هو كيف كنت تدريني؟ عطنا مهل ولا لي بموقف الموضوع. صدق ان البنية هذه لما جاءت البيت عندنا غيرت البيت كله. أوراد بعد الفلاي والقرآن وحتى الحرمة حق المسكين شوفها من الصبح تبكي. مثل إذا البنت مرة قلنا صراحة يعني لو كنا عاشوا في بلادنا البلاد حقتكم. البنت أنا اللي ربيت. جزاك الله خير ونعمة الله. وأنا الولد أنا ربيته وأنا غلطان في تربيته هذا. لكن إيش نسوي خلاص احنا لا نقول لك وإن شاء الله عام جديد وبيقع لكم شيء زين. إن شاء الله أنا بموقف الموضوع مبسوط فيه. جزاك الله خير. الله يحفظك. العفو منك. الله يحفظك.